تعرضت نجمات لبنان المسيحيات إليسا، نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور لهجوم عشوائي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، وذلك بسبب ديانتهم ونشر صور المسيح بمناسبة يوم الجمعة العظيمة. والبداية مع الفنانة إليسا اللي ردت على كل شخص حاول انتقاد الدين المسيحي، فغردت وقالت: أنا فخورة إني مسيحية وإيماني تاج على راسي، وما حدا بحق له ينتقد أو يتهجم أو يشتم، يلي مش عاجبه ما يتبعني، ارتقوا بقى لأنه الدين منه مثبت، الدين أخلاق، وبعض الناس بيسيئوا لدينهم لما يشتموا غيرهم، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية. أما الفنانة سيرين عبد النور اللي نشرت صور للمسيح المصلوب فقد تعرضت أيضا لهجوم مشابه، خصوصا بعد ما كتبت تعليق على الصورة قالت فيه: صلب يسوع لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثامنا، تذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكشاة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه، سكب للموت نفسه وأحصي مع الأثمة، وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. الهجوم كان من قبل أشخاص متابعين إلى ما بيتبعوا الديانة المسيحية، معتبرين أنه دينهم الحق ومحاولين فرض تعاليم ديانتهم عليها، إلا أنه سيرين ردت على هالانتقادات وتمسكت بتعاليم دينها وكتبت: قال يسوع: أحب أعداءكم، باركوا لأعينكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وقال أيضا: يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. نادين نسيب نجيم أيضا عانت من الهجوم، مع أن حرصت على عدم نشر صورة المسيح وكتبت قائلة: سامحني، يمكن غلط ويمكن صح، بس لأول مرة ما رح حط صورتك على مواقع التواصل الاجتماعي لأني بحبك، بحبك كتير، وما بدي حدا يحكي كلمة تزيد جروحاتك على الصليب، انت يلي متت من الحب لأجلنا لتعلمنا نحب بعض، بعد في ناس ما بتحترم ألامك، هالمرة أنا رح خبيك بقلبي وأحميك منهم. ومن الواضح أنه تعليقات البعض الجارحة دفعت بنجيم إلى التعليق من خلال هالتغريدة وعدم نشرها لصورة المسيح. هالتغريدة عرضت نادين لبعض التعليقات السلبية، الأمر اللي دفع فيها إلى الرد بي: بحترم معتقداتك، بس يلي أنت بتآمني فيه أنا لا أؤمن فيه، وشكراً، إيماني وحرة فيه، مش أنت بتقرر إذا غلط أو صح، أنت تصرف مثل ما أنت بترتاح. طول عمرنا منعيد ومنصلي وما كان في شيء اسمه تويتر وإنستا وفيسبوك، آخر همي هني، بس المهم ما حدا يجرحه بكلمة، لأنه هو يسوع المسيح المخلص، انصلب وميت وقام من بين الأموات ورفع إلى السماء، هذا هو عيد الفصح المجيد. ولكن اللافت انه الفنانة نجوى كرم لم تتعرض للهجوم مثل سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم وإليسا، على الرغم من انها كتبت على حسابها تغريدة دينية احتفالا بيوم الجمعة العظيمة ساجدة لآلام المسيح.